من هذا المكان كتب لحلم المهندس محمد الانطلاق، فحبه لسباقات السيارات وقيادتها خارج حدود القطاع دفعه لصناعة هذه السيارة الخاصة بالمشي على الرمال والصخور وأيضا الجبال، لتصبح رمال شاطئ البحر هو مكانه الوحيد لقيادتها. فكرت انه اعمل السياره هذه، يعني اشبع رغبتي انا وهوايتي في الشغله هذه، وأورجي الناس يعني بشكل عام انه احنا ايش قدرنا نعمل في غزه، وانا ايش قدرت انا اسوي بادوات بسيطه في قطاع غزه. اتصور لو انا عندي امكانيات زي الامكانيات الموجوده في اي بلد، وفكرت انه اعمل شيء زي هيك، كيف بدها تكون النتيجه بالاخر؟ فالحمد لله يعني انا راضي عنها بشكل عام، بالرغم من انه في مثلا في الداخل احنا عندنا في فلسطين سيارات اقوى من هذه واحدث وفيها امكانيات اكثر، بس هذه شغل مصانع، تمام؟ وحتى لو في ناس صنعتها يدويا برضه في منطقه السبع والنقب بيصنعوا من زمان، بس طبعا كل واحد حسب امكانياته وحسب الادوات اللي توفرت. انا طموحي انه دوله ترعاني واشارك في رالي دكار، هي هذا اكثر شيء انا بطمح له، وامثل فلسطين في الرالي هذا، أو مش في رالي دكار، في أي رالي دولة تكون في دولة بترعاني. طبعاً مش بهذه السيارة، حتكون في سيارة تانية، بس مهارتي أنا الحمد لله في السواقة أو اللي أنا إشي بعرفه، بدي أمثل فلسطين في الحاجة هذه. وبين سيارة البقي التي باتت حقيقة في حياة محمد وحلمه الجديد في المشاركة بالمسابقات العالمية، يبقى هناك إثبات واضح أن العقول المفكرة في قطاع غزة تحتاج فقط للفرصة في ظل وجود القدرة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.